يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه: والسماء وما بناها. إذا قلنا أن ما هنا موصولة بمعنى والذي بناها وهو الله سبحانه وتعالى، نعم، يقول فهل يقسم الله عز وجل بنفسه على هذا المعنى؟ بلا شك أن الله يقسم بنفسه، وهذا جاء في القرآن أن الله أقسم بنفسه سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمن، فلا وربك، وربك هذه قسم ولا لا؟ ها؟ لا، هذا قسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم.